مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، وبنحب نروح معكم هلا زي ما عودناكم دائما بنسلط الضوء على تراثنا وعلى نحافظ كيف نحافظ على الشغلات اللي خلينا نحكي اللي بتعطينا نكهه عن الماضي العريق بالاردن. وزميلنا طارق نواصر عملنا تقرير اليوم عن صناعه الخزف في مدينه الصل. خلينا نشوف التقرير وراجعين. الخزف بتكون من الطينة، هي كتل طينة. هلأ رح أفرجيكم مراحل الشغل. هي طينة جاهزة، تمام، إحنا بنعجنها يدوي، بنشتغل على الدولاب، بنشكل الأشكال اللي إحنا بدنا إياها، إذا كانت صحون، مقات، فناجين، بغض النظر إيش ما بدنا. بعد هاي المرحلة اللي هي مرحلة التشكيل اليدوي على الدولاب، تيجي مرحلة الرسم على الفخار أو تأثير الفسيفساء. طبعا خط إنتاج مختلف، من حفر، من رسم، من أكثر من مرحلة. هلأ المرحلة الثالثة بتيجي اللي هي صقل هذا مادة قطعة الفخار بمادة الزجاج عساس تكون جاهزة للاستخدام، ما بتخوف في حال أنه كان الاستخدام للأكل والشرب والشغلات هاي، وبعديها بتكون القطعة جاهزة للمعرض. أنا كنت مفكرة بالزمانات إنه الخزف بس للسياح الأجانب، اتضح لي إنه لا، بالعكس، حتى الأردنيين هون كتير بحبوا شغلة الفسيفساء واللي هي الأشياء التراثية. قبل ما كان كتير معروف، بس حاليا بتلاحظ بأي بيت فعليا في عنده قطعة من الفسيفساء من التراث، بيكون مبسوط فيها إنها قطعة غريبة شوي. هلأ من جديد برضو اتجهنا لقصص الهدايا، الهدايا الخاصة، إنه يكون هدية ما حدا جايب مثل هلا زيي، يعني انه بتكون خاصه، بس هي خزف وفن الفسيفساء. هلا اقبال الاجانب الحمد لله امورهم منيحه شوي، بس بتعرف فتره الشتاء بيكون شوي ركود، على الصيف بتزيد الجروبات السياحيه، بتزيد السياحه الداخليه، فالحمد لله الامور ماشيه.
زي ما شفنا مشاهدينا المراحل بتمر فيها صناعة الخزف، من المرحلة اللي بتكون فيها عبارة عن طين للمرحلة اللي توصل فيها لتكون منظر أو يعني أواني نقدر نستخدمها. وشفنا الحرفية والمهنية اللي في صناعة الخزف، يعني الموضوع مش سهل، لأنه أنت كل قطعة خزف عم بتمر تحت ايدين اللي بصنعها، تحت ايدين اللي بده يسقلها، تحت ايدين اللي بده يخطط عليها ويرسم عليها، لا توصل لعندك بالشكل اللي احنا بنشوفه دائما. الله يعطيكم العافيه على هيك تقرير. ومشاهدينا بنطلع فاصل وبنرجع بنكمل فقراتنا لهذا اليوم.